سحداوي مرحبا بنا عندكم هنا في المقر ديال الحزب في مدينه اسفي. مرحبا بسي بدري، مرحبا بك سحداوي. انتم ممثل الامه برلماني على حزب التجمع الوطني للاحرار، واكيد انكم من بين الناس اللي كيترافعوا لهم المواطن، واكيد انكم لستم بمعزل عن الحديث القائم دابا في الشارع. كاين شويه تدمر من غلاء اسعار، كاين موسم فلاحي للاسف جفاف فلاحي وهاني. بغينا نهضروا معك شويه على شنو هما الاجراءات اللي اعتمدتهم الحكومه، خاصه انه كاين تدخل ملكي في قطاع الفلاحه. انتم كبرلمانيين، الحكومه، الحزب عموما، شنو الاجراءات اللي دار؟ السلام عليكم. كما كتعرف ان الحكومه خدامه على قاعده من وساق، كتعرف بان هذا الجفاف، لانه جفاف اللي معمره وشافته المملكه منذ 40 سنه، والجفاف اثر بزاف على القطاع الفلاحي، وكذلك كما كتشوف ارتفاع اسعار ديال المحروقات اللي هو ناتج عن صراعات دوليه، كما كتشوف الصراعات اللي ما بين امريكا والتحالف مع روسيا مع الصين. هذا اعطى، ولكن جميع الدول كانت معنيه بهذا الشيء، ارتفاع الاسعار ديال المحروقات هذا كيؤدي بارتفاع العديد من المواد والمنتوجات اللي هي متعلقه بهذه المحروقات. يعني هذا ارتفاع ديال المحروقات يعني مساله دوليه، يعني المغرب ما عنده ما يدير ليها. الحكومه جاهده وخدامه بان تلقى واحد الصيغه باش تحاول تقلل من المعاناه ديال المواطن. وكما كتعرف ان الجفاف اللي الان بالمملكه، قله التساقطات، هناك اكراهات عديده بهذا القطاع، خصوصا بالفلاح الصغير اللي كيعرف. كما كتشوف ان الفلاح حاليا وصل انه ما لقاش ما ياكل الغنم ديالو، ما لقاش الماء ما يشربها، ما الجيب ديالو خوا ما بقاش عنده، يعني واقع في مشاكل. هذه مساله طبيعيه، كيف ما كتشوف التدخل ديال سيدنا اللي جا في الوقت ديالو، واللي هي واحد كنعرفوها بسيدنا ديما عنده التفاته للمواطنين ديالو، وكانت تدخل في محله اللي باش يحاولوا انهم نقضوا الوضع خصوصا الفلاحين. وكذلك كاينه واحد استراتيجيه ديال تصير ازمات خصوصا بالمملكه اللي كانت هذه اللي كانت جديده، ان ما كتكونش ازمه كيكون واحد التدخل ملكي، وحتى الحكومه كدير العمل ديالها. هنا كنتمناو ان لما كنشوف دابا حاليا وانا معاك ان بدات شويه الشتا كتصب، نتمناو من الله سبحانه وتعالى يعمم هذا الخير. كاينه جائحه كورونا اللي هي هذه 3 سنين، وهي اللي اثرت على المواطنين وخصوصا على العديد من القطاعات، ورغم داك الشيء ان الحكومه قامت بمجهودات جباره تحتسب لها. اذا كما كتشوف الحكومه عندها يلاه 100 يوم وكتلاقى مع ثلاثه الحوايج اللي هما ماشي ساهلين، يعني الجفاف، جائحه كورونا، ارتفاع اسرع المحروقات. هادشي راه ماشي ساهل، هادشي راه ماشي الحكومه اللي دارته، هادشي راه ديال الله سبحانه وتعالى. زائد تراكمات ديال العمل الحكومات السابقه اللي كانوا مشاكل، لان الحكومه يلا 100 يوم باش بدات، و100 يوم والحمد لله دارت بزاف الحوايج ومشات في الطريق الصحيح. هاد الامور وغيرها كلها لقات الحكومه، لقات ملفات كبار قدامها في 100 يوم ديالها. الحكومه اكيد دارت اجراءات، الحكومه ماشي جالسه الناس كي مربعين يديهم، كاين اجراءات كثيره دارت، وغادي ناخذوها قطاع بقطاع. نمشيو قطاع بقطاع. كيف ما كتشوف الحكومه في هاد 100 يوم اللي داز، راه كاين بزاف الانجازات اللي دوزات، فيها تعميم الحمايه الاجتماعيه، هناك السجل الفلاحي، هناك الحفاظ على القدره الشرائيه، التشغيل في ظل هاد الجائحه، دعم القطاعات الانتاجيه، يعني بزاف الحوايج اللي دارتهم هاد الحكومة. راه ماشي واقفة، ورغم أن 100 يوم راه خدمات، رغم الإكراهات، رغم المشاكل اللي كانت يعني بقات من الحكومات السابقة، راه الحكومة جات راه خدمات. يعني خسر شوية الوقت، لأن الحكومة ماشي دوزات عام ولا عامين باش غادي يمكن لنا نتحاسبوا معها، راه يلاه عدا 100 يوم. بين المسألة اللي خدام عليها الحكومة حاليا هو مشروع ديال أوراش، وهاد أوراش اللي غادي يتعمم إن شاء الله في جميع أقاليم المملكة. كما كاين بعض الناس اللي كيتساءلوا تيقول لك بأن راه
تعطى الأقاليم مش أقاليم معطوش. وكما كتعرف كاين واحد مؤشر ديال التنمية البشرية NDH اللي هو كيعطي شكون الأقاليم السباقة اللي خصها تستافد ديال الأولى. فعلا داز الترونش الأولى الترونش الثانية دابا الترونش الثالثة إن شاء الله كنظن تكون في هذا مارس. كاين اللي مدول غادي باقي ما استافدوش بحال فاس بحال مكناس بحال الدار البيضاء اسفيتا هو باقي ما استافدش ولكن كلشي غادي المدن غادي يستافد من هاد الاوراش. يعني نتوما كنهضروا على ماني تؤكدون على ان المغرب كامل غادي يستافد من هاد البرنامج. اه هاد الاوراش هو معمم على في جميع المدن المغربيه قريب لان هاد الاوراش هو عباره عن واحد فرص ديال الشغل اللي غتعطل يعني الجميع المواطنين يعني اللي عنده ديبلوم او لا ما عندوش او حامل شهاده ولا ما عندوش غادي يستافدوا من هاد الاوراش. والعدد ما كاين 250 الف اللي غتكون في الترونش الاولى اللي غتستافد على الصعيد الوطني وكل جميع المدن المغربيه غادي يستافدوا منها. هاد الاوراش غادي ياخذوا المجلس الاقليمي هو اللي غادي يكون مسؤول عليه وكذلك الجمعيات غادي يستافدوا غادي يكونوا غيساهموا في التسيير وغيساهموا في التتبع ديال هادوك لا في التتبع ديال هاد الناس اللي غادي يخدموا غادي تقوم التتبع ديالهم. اذا هاد الاوراش غادي يقلل من المعاناه ديال الناس اللي ما توفروش على الوظيفه وخصوصا الشباب العاطل. والحمد لله هذه كانت لأول مرة هذه المبادرة ديال برنامج أوراش في المغرب لأول مرة وإن شاء الله كانت الحكومة ديال السباقة لهذا العمل اللي هو عمل جبار. الحداوي هو مشروع أوراش أكيد أنه بهذا الكم وبهذا العدد اللي ممكن يشغل غدا والمجموعة هذه الموضوع هو مشروع مهم. أشنو المشاريع الأخرى اللي وضعت الحكومة خلال هذه الأشهر اللي نقولوا اللي بدات فيها؟ الحكومة قامت بتنزيل بالعديد من المشاريع خصوصا التشغيل في ظل هذه الجائحة وكذلك تعميم الحماية الاجتماعية كذلك سجل الفلاحي اللي كان كما بمثابة واحد الخريز ديال الفلاح وكذلك الحفاظ على القدرة الشرائية رغم الإكراهات اللي كتعرفهم في ظل هذا الجفاف في ظل ارتفاع الأسعار وفي ظل الجائحة كذلك دعم القطاعات اللي تضرات خصوصا القطاع ديال القطاع السياحي اللي عرف التضرر الكبير تا هو يعني. وكيف ما كتشوف حاليا جات في الاخير ان المبادرة ديال سيدنا الله نصرو اللي كان ديال دعم هذا القطاع الفلاحي بعشرات المليار ديال الدرهم وهذا كانت مبادرة جيدة باش نقضوا ان شاء الله هذا القطاع لان الجفاف ما كتعرفوش المملكة بوحدها بفعل التغيرات المناخية واحتباس حراري راه دول العالم كلها ما بقاش يعني كما نقولوا حنا كنقولوا الخريف راه بقى خريف او الصيف راه بقى صيف راه كتشتا تقدر تعطل تقدر تجي في الاول تقدر تجي في الاخر الحمد لله راه كاين كما نقولوا الماء كتشتا في الخريف وان شاء الله الله بغى لينا في الربيع راه غادي يكون غتعطي تاهي النفع ديالها غادي يكون هناك كلا غادي يكون الماء غادي يكون بزاف الحوايج يعني غادي الفلاح غادي يستافد. والحكومه راه غاديه في الاستراتيجيه ديالها وما كاينش اللي غادي يقدر الناس اللي كيشوشوا عليها دايرين تشويش على السير ديال الحكومه. الحكومه راه غاديه في الطريق الصحيح والانسان اللي تيكون ناجح في الطريق ديالو في الحياه ديالو راه ديما كيتعرض للانتقادات وتعرض للتشويش وهذا التشويش راه ما كيزيدنا غير اصرار وقدره والتزام بهذا البرنامج الحكومي وبالوعود اللي عطينا الساكنه اننا غادي نوفوا بالوعود ديالنا وهذا التشويش راه ما كيزيدنا الا قوه واصرار على العمل. مع السيحية وعلى أنه استقبال الملاكي في الطرفية يعني أن الحكومة غادي في طريق صحيح وأنه يتم المجهودات سيأخذ النشوة وزرائه على استقبال الملكي اللي كان جا في المحل ديالو واستقبال كيبين بان سيدنا راه راضي على الحكومه وراضي على العمل ديالها وعنده الثقه التامه فيها بان غادي في الطريق صحيح لان كنعرفوا سيدنا الوقت اللي كتبان ليش حاجه ماشي هي هذيك راه ما كيجاملش وما ما كيهضرش نهائيا تيعرف شنو كيدير يعني. دونك ملي استقبل السيد رئيس الحكومه واستقبل السيد وزير الفلاحه والصيد البحري في وتم المجهودات ديالهم ودعمهم انهم باش مسير الحكومه يبدا غادي في الطريق الصحيح. اذا هذا كيبين بان الحكومه راه غاديه في الطريق الصحيح وحنا كنواب امه حنا راه كندعموا السير ديال الحكومه لان غاديه في الطريق الصحيح وغنبقاو دائما كندعموها وغادي نحققوا المطالب ديال جميع الناس اللي وعدناهم بها لان البرنامج الحكومي راه باين فيه التشغيل
وفي الصحة وفي التعليم. إذن هادو حويش كيمشوا في الدولة الاجتماعية. إذن احنا راحنا مصرين إن شاء الله وغادي غادي نبقوا عازمين أننا مشوا تنوصلوا الهدف ديالنا إن شاء الله. تحدوا ممثل أمة يعني تمثلوا الشعب والشعب طبعا رسالة للناس. الرسالة ديالي لهاد الناس أنهم خصهم يصبروا شوية لأن هادشي هاد التلاتة الحوايج اللي هضرنا عليهم ديال الجفاف ارتفاع المحروقات وجائحة كورونا راه ما ساهلينش، راه جميع دول العالم تضرات بها. راه يقول لك البطالة ما كايناش، راه البطالة راه كاينة في العالم كامل. يقول لك الجفاف راه كاين في العالم كامل، يعني الناس كلشي مضر. يعني إذا مشينا حتى لأوروبا حاليا راه ارتفاع ديال الأسعار ديال المحروقات ارتفعت في أوروبا نتاهي، راه ماشي غير في المغرب بوحدو. دونك حنا راه المغرب راه ليس بمنتج ديال 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 الطاقه. المغرب راه كيستورد الطاقه، وكما لاحظوا ان كاين اللي تيقول لك الزيت وكاين نفس المواطنين المعارفين الزيت ديال الطابل راه كل كتستورد 97% ديالها كتستورد من الخارج. مادام كترتفع المحروقات راه هي مرتبطه بالمحروقات دونك كترتفع. يعني يعني اللي كنقول ان تنطلب من المواطنين انهم يطريطوا يصبروا شويه ويعطوا فرصه لهاد الحكومه، لان الحكومه راه غاديه في الطريق الصحيح سواء شوشوا عليها او ماشي غاديه في الطريق الصحيح وصامده بانها باش توصل لبر الامان. وان شاء الله نهضروا ان شاء الله من هنا العام ولا عامين عاد نهضروا الحكومه واش الوعود ديالها وفات بها او لا ما فاتش، ورغم ظل هاد المشاكل وهاد الاكراهات اللي كتعيشها الحكومه في هاد التغيرات المناخيه ولا في هاد الشيء ديال ارتفاع الاسعار، راه الحكومه غادي تحط تنزل هذاك البرنامج ديالها وعندها اليقين التام ديالها بانها توصل لجميع الوعود اللي عطات للساكنه. سي الحداوي انت ممثل عند دائره تعسفي، نجحتي على دائره تعسفي، واكيد ان التطوعات ديال الساكنه ديال دائره تعسفي كثيره وكبيره وكيتسناو منك ومنك انت بالضبط عمل كثير. اشنو الجديد خلال هذه الايام اللي فاتت؟ كان عندنا اتصالات من عديد مع الوزارة عديد الوزارات اللي كان مع الوزارة ديال الفلاحة والصيد البحري وكذلك وزارة السياحة وكذلك وزارة الصناعة والتجارة. كان عندنا لقاءات معها وكنا كان عندنا واحد لقاء مع صديقي السيد وزير الفلاحة والصيد البحري اللي جنا واحد بينا واحد المشروع يكون عندنا في آسفي ديال واحد مزارة عصرية وكذلك سوق ديال سوق ديال بيع الخضروات والفواكه من الجيل الجديد وكذلك سوق البيع الثاني ديال السمك، واللي كانت الموافقه ديالو مبدئيا باش يكون ان شاء الله هذا المشروع في مدينه اسفي. وكان عندنا كان غيدير واحد الزياره في هذا الاسبوع لمدينه اسفي رغم هاد التقلبات ديال المناخ وهاد المشاكل ديال ارتفاع الاسعار اللي لغات الزياره على لانه مرتبط بتعليمات سيدنا ديال التفعيل ديال هذا البرنامج الاستعجالي اللي كيخص قطاع الفلاحه. وكاين هناك عندنا اتصال مع وزاره السياحه اللي كنطلبوا منها باش السيده الوزيره عندي مع لقاء ان شاء الله نهار 17 في مارس ولا غادي يكون عندنا مع واحد اللقاء وان شاء الله غتقوم حتى هي بزياره ديال مدينه اسفي لان خصنا نعاودوا نحيوا هذا الشيء ديال الخزف في مدينه اسفي لانه راه بدا كيمشي بحالاته خصو يحيى. خصنا نديروا مهرجان يكون كبير في اسفي اللي غادي يستقطب العديد ديال الدول باش يمكن لينا نستثمروا في هذا نستثمروا هذا المنتوج اللي هو منتوج اللي عنده واحد القيمه كبيره على الصعيد الدولي وحنا لحد الان بدا كيمشي في مدينه اسفي. كذلك هذه الزياره ديال السيده الوزيره غادي تكون ان شاء الله باش غادي نحاولوا نستثمروا مدينه اسفي تكون في القطاع السياحي لمالا لانها كتوفر على مآثر عديده. مدينه اللي عرفات العديد ديال الحضارات اللي كانت فيها تعدد الديانات الاغريقيه، يعني ما قبل جينا نشوفوا اسفي راه مدينه ما قبل الميلاد اللي ما كاين فيها اثارات اللي مكثار في هذا البنيه الاسلامي اللي كتخلل له واحد البنيه اللي هو يهودي. يعني كاين العديد من الثقافات اللي دازوا على مدينه اسفي اللي ما تكونش حتى هي تاخذ ديال حقها من القطاع السياحي. هذه من بين الحوايج اللي غادي نناقشهم مع السيده الوزيره لان مدينه اسفي حاليا وهي كما نقولوا بوابه ديال جهه مراكش اسفي متنفس على المحيط الاطلسي. اذا علاش ما استثمروش هذه المدينه تستثمر في القطاع السياحي
يعني بحكم قربها من مدينة مراكش اللي كنعرفوها مدينة سياحية بامتياز، وكما نقولوا أن جهة مراكش آسفية راه كل أي حاجة كدار راه كدار الجهة كاملة، أي مشاريع كدار راه كتستافد منها الجهة كاملة. إذا نحاولوا نشوف هذا الاتجاه، إلى خدينا آسفي مشات في اتجاه ديال القطاع السياحي غادي تكون المدينة غادي بدات إن شاء الله غادي تنمى وتمشي مزيان. وكذلك غادي يكون عندنا لقاء، كان عندنا لقاء مع وزير الصناعة مع الإخوان ديال اللي معنا النواب اللي معنا في التحالف، كنا درنا عندنا واحد الزيارة معاه في سميتو، ودرنا مع المنطقة الصناعية اللي تا هو أبدى تجاوب ديالو ومبدئيا أنه موافق، وفعلا كان عندنا اتصال مع رئيس الجهة اللي من هذا المبر أنه كنشكرو بزاف، تا هو كان جاوب معنا وعطانا وعود بأن هذه المنطقة الصناعية غادي تكون إن شاء الله، هذه راه غتحل مشاكل كبيرة، يعني ملي غادي يجوا عندنا شركات اللي غادي يستثمروا في المدينة راه غادي يكون واحد الشروط ديالنا أن الساكن يعني ولاد البلاد أنهم من الأولويات عندنا حنا، أن الناس ديال آسيا هما الأولين يخدموا، لأن ما يمكنش واحد الشركة تجي تستثمر في آسيا وتجيب ناس أخرين وحنا ولاد البلاد كيشوفوا، ما يمكنش. أن من بين الشروط ديالنا أن أي شركة تستثمر في آسيا ضروري واحد 80 ل 70% ديال العمال يكونوا من مدينة آسيا باش نحاولوا نقللوا من ذاك النقص اللي خاص في المدينة. وهناك مشاريع كثيرة ديال الطرقات، في كما بزاف ديال المشاريع بحال الطرقات هما راه كاين ان شاء الله، كاين واحد البرنامج ديال الطريق دوبل فوا اللي غتكون ما بين الدخله ديال لوطوروت واسفي، دوبل فوا تكون ديال سبت كزولا، الطريق اللي غتوسع ديال اير حتى الحدود ما بيننا وبين صويره، يعني كاين بزاف الحويجات اللي هما غيكونوا ان شاء الله. خص الانسان يكون منضبط في كما كتشوف ان القطاع الصحي، كان عندنا كذلك لقاء مع السيده المديره الجهويه، كان عندنا مع واحد اتفاق اللي حاليا مبدئي وراه باقي كنشتغلوا عليه، لان بدات بان راه كاين واحد النقص من ناحيه الممرضات اللي ما لقاوش ليهم الحل، واتفقنا معهم باش غادي يعني بعض الناس اللي هما في الاعيان اللي عندهم غيره على المدينه اللي هما مستعدين باش تا هما غادي يتعاونوا وغادي يخلصوا هاد الممرضات، يعني في مستشفى محمد الخامس اللي كيعرف واحد الحاله اللي ناقصه بزاف والناس كتعاني بزاف، لان ما يمكنش واحد المسفيوي غادي يجي من دارو وغيجي حتى للسبيطار جديد ويعطوه ورقه يقول لي سير لمراكش وما عندوش حتى باش يوصل للسبيطار جديد وغادي يمشي لمراكش. دونك اتفقنا على واحد غدار بيننا وبينهم واحد لا كونفونسيون باش غنشغلوا واحد العدد ديال الممرضات باش نحاولوا نسهلوا الطريقه ديال السير ديال المستشفى ديال محمد الخامس. وكذلك كنتمنى ان الناس ديال اسفي شويه تصبر، ان شاء الله غادي يكون الخير، راه جاي عين الخير، حنا ما تنهضروش على هضره عين المفاره ولكن نهضروا ماشي موت يعني واثقين منه غادي يكون. القطاع الصحي راه ماشي في اسفي بوحدو، راه في جميع المدن المغربيه خاصو يتهيكل من جديد، ومازال جديد، حنا الحمد لله راه باقي الله 100 يوم باش بدينا، راه ماشي عندنا عامين ولا 3 سنين ولا 4 سنين، يعني ان شاء الله غادي يكون الخير ان شاء الله بديت اسفي. حصيلتك انت من الناس يعني اللي كيحطوا دائما الحصيله ديالهم في جميع اللقاءات جميع الاسئله كتحطها؟ كانت عندنا العديد من الاسئله الشفويه والاسئله الكتابيه اللي كتعدى تقريبا شي 16 سؤال كانوا عندي خلال مده ديال 3 شهور تقريبا. وكانت الاسئله كتشمل جميع القطاعات، جميع المشاكل اللي كتعرفها المدينه، وصلنا المدينه لاكثر من بعض الاكراهات، والحمد لله كاين الحويجات اللي كانوا في الكتاب يستجبوا لهم بعض الوزارات، والحمد لله كنظن بان الامور غاديه مزيان، غير شويه ديال الصبر وصافي. الموضوع اللي هي اكيد انه مقلق اكيد كتتبع وكتشوف انه الناس اللي كيهزوا بيدوتهم رجعوا شويه للبدائيه ولا كنسقيو الماء. فعلا هذا المشكل ديال المياه اللي كنقولوا الرائحه ديالها كارهه بديت اسفي، فعلا عانوا منها المواطنين ديال مدينه اسي والساكنه ديال اسي، وكتشوف الناس هازين بدوزات ديالهم كيمشوا لمناطق نائيه باش كيجيبوا الماء من تمايا وكيرجعوا، يعني سي نورمال الانسان كيبقى في الحال ما كيبغيش هذوك الناس انهم يتكرفصوا يعني باش يجيب الماء باش يشرب، لان ما عندوش فلوس باش يمكن لي ياخذ سيدي عليه ولا الباهي ولا ياخذ شي ماء من المعدني، دونك كيضطر انه كيمشي يسقي الماء من تما.
وحنا هادشي راه واخدين في اجراءات بزاف على الصعيد ديال البرلمان. درنا عديد ديال الاسئله، اتصلنا بوزير التجهيز في هذا المشكل اللي هو راجع لانخفاض منسوب ديال المياه. وحنا بالنسبه لنا ان صحه المواطن راه من الدرجه الاولى عندنا هي الاولى، لان الانسان يمكن اللي يسمع في الماكله ديالو يسمع في اي حاجه الا الصحه ديالو راه من الاولويات ديالو. حنا راه الاولويات ديال المسيو راه من الاولويات ديالنا، وراه حنا جميع الجهات راه مكتفه باش غادي تحل هذا المشكل، لا من ناحيه السلطات ولا من ناحيه الناس، كلهم راه متبعين هذا المشكل ديال هذا الماء الملوث. ما تنقولش ملوث، لكن عنده واحد الرائحه. نتمنوا من الله سبحانه وتعالى ينعمنا بالخير ويعطينا الشتاء ان شاء الله. والشتاء الحمد لله راه قد تغير بزاف الحوايج، الانسان كاع تيكون الشتاء ما كايناش، تيكون طالع عليه الدم نهار ملي كتصب الشتاء واخا ما يكون عنده والو كينشط. اذا نتمنوا من الله ان شاء الله تكون الامور على خير. يعني كنهضر على المركب ديال الفوسفات، يعني ما غيكون محل ان شاء الله في المستقبل الى المركب ديال الفوسفات بلا المحطه. ماشي غادي يبني المحطه، راه كيبني في حقيقه فيها، يعني غادي يكون الحل، لان مركب الفوسفات تقريبا كياخذ واحد 70% من هذه المياه ديال هذا البراج. دونك كاينين ثلاثه لي كوندويت، دو كوندويت كيمشوا جوج الانابيب كيمشوا لو سي بي، وكيبقى انبوب واحد اللي كيستافدوا منه الساكنه بمعدل ديال 30% اللي كيستافد الساكنه. دونك المجمع غادي يدير المحطه ديالو، راه غادي يكون ان شاء الله المسوب مياه غادي يرتفع وهذا المشكل غادي يحيد. غير ما هو حنا راه تنديروا مجهوداتنا، لقينا شي حل كيفاش انه هذيك الرائحه تحيد، ما كرهناش ونتمنوا من الله التوفيق ووفقنا الله في هذا العامين الخير. الحلوي توصل المؤتمر الاقليمي، راه انت على انه غيكون من خلال هذا المنبر ديالنا غيكون في المستوى ايفيكتيفمون. شفنا كيفاش القباش اشاد بك، الوزير بيتاس ايضا اشاد بك، من اول الناس اللي كيحضروا كيقلبوا على الوزاره وكيترافعوا. حاليا التجمع الوطني للحرب الاحرار الاسفي في الغادي، شنو الجديد؟ كما قلت لك التجمع الوطني، حزب التجمع الوطني الاحرار بصفه عامه، في هذه الفتره ما بين 15/1 حتى لدابا خدا 87 مؤتمر اللي دار على الصعيد الوطني. وهذا كبين بان الحزب الوطني التجمع الوطني الاحرار غادي في واحد الطريق اللي صحيح، حزب اللي ما وقفش رغم كانت الانتخابات وسالينا الانتخابات ديال 8 شتنبير، جا العمل حكومي، الحزب باقي خدام، الحزب مازال عنده افاق مستقبليه، مازال كيوسع في يعني توسيع الرقعة ديال المنخرطين. الحمد لله كاينين داروا مؤتمرات ديال الشبيبه، داروا مؤتمرات ديال منظمات المراه، المؤتمرات الاقليميه، يعني الحمد لله الحزب غادي في طريق صحيح. وكما كتعرف ان الحزب يعني كنقولوا الاتجاه ديالو هو الاتجاه ديال الدوله الاجتماعيه بجميع الاسس ديالو، وفي الاتجاه ديالو الاستراتيجيه ديالو وهي الدوله الاجتماعيه. دونك كيبان لي بانه هو الحزب الوحيد اللي باقي كيشتغل ما كيوقفش، يعني تتصل واحد الوقت ديال الانتخابات يبدا عاد يحل البيبان ديالو. حزب حال البيبان ديالو من الاول، حال البيبان ديالو اللي بغى يلتحق يلتحق حزب مرحبا، حنا ما عندناش هذا اي هذا لا، حنا اللي بغى يجي مرحبا به. بالنسبه لمدينه اسفي الحزب كيعرف واحد، الا قلت لك نقدر نقول لك يعني من الاحزاب الاولى حاليا في مدينه اسفي اللي عندها واحد الشعبيه كبيره واللي كيستقطب العديد من المنخرطين حاليا. يعني تنقول يعني الا ما قدرش نكذب ولا شي حاجه، راه رقم واحد في اسفي بالنسبه لحزب التجمع الوطني الاحرار، غادي بطريق مزيان، عندنا مناضلين اكفاك، عندنا اطور، عندنا ناس في المستوى اللي كيساعدونا في اللي معنا في الحزب ومناضلين اللي كيساعدونا في التسيير ديال الحزب في هذه المدينه. الحمد لله غادي يكونوا عندنا تنسيقيات محليه في عديد من الدوائر الاقليميه في مدينه اسفي، غادي يكون عندنا دوائر في الجماعات القرويه. يعني الحمد لله كاينه واحد الديناميه اللي حيه واللي تبارك الله غادي تكون ان شاء الله مزيان، وهذوك الكلمه ديالها مزيان. والحمد لله حنا كنشتغلوا وما كنتلفتوش وما كنتسوقوش التشويش، لان هدف الدم ديالنا وفي الدم اي تجمع ديال الوطني احرار في الدم، انه ما غيتسوقش التشويش وما عمر التشويش غادي يوقفنا على العمل ديالنا، لان اللي كيخدم في الطريق الصحيح دائما الله كييسر ليه وكيوفقه ان شاء الله غادي يكونوا بخير وعلى خير.
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.